أقول لهم إذا هم هدفهم يسبوني، هدفي فقط إني أحمل الاحترام والود. الحلاوة، واخد بالك أنت رزاز لما قلت له كل حاجة هنا دي. أنت زميلي الإعلامي المفضل، فكل واحد فيكم لا ميزة يعني، كلكم بالوسط. لا حكيمة. حكيمة يعني إيه حكيمة؟ بتدي حقن. أكيد الله لا يخلينا من بعض، حتى الكويت ودول الخليج عزيزة علينا. حليمة وين ما تحضر يحضر الجدل. شو لا إلا والله ما عندي علم، حدا خبرني. حليمة وين ما تحضر يحضر الجدل. ليش؟ ما شاء الله عليك شو زكي، قال جبناك يا عبد المعين. قال يمكن هيبة حضوري لها سحر خاص. ما سمعتكش شو قلت؟ هيبة حضورك شو يعني يا عمي جوهر؟ أني كذاب؟ لها سحر خاص. والله السيدة دي بتكلم كلام زي الفل. من أي ناحية؟ والله من أي ناحية أسأل؟ عارف دي لو تطل علينا مرة كل شهر تبقى فل فلة. إيه لسه توكي ده؟ إيه اللي ماشي توكي ده؟ اللي يستضيفوني أنا قاعد أقول لك. عم تضحك؟ جاوب لشوف شو عرفها؟ ولا أنت بس بدك تتفصحن علينا؟ يمكن فخامة اسمي. كلياتنا مع بعض شباب. كذاب كذاب والله العظيم كذاب. هيبة حضوري تفرض نوع من إثارة الجدل، تفرض نوع من النكهة الجميلة. النكهة في المكان، النكهة الجميلة. الله يرحمك النعمان، لو كان هون كان حكير. في المكان اللي أطل أهل فيه. ما شاء الله على الزكاة، بحر بزكاك، صحراء صحراء بجودك وبكرمك، الله يحميك. طيب هل هذه يعني نرجسية مثلا ولا؟ لا والله ما هي نرجسية، هذه ثقة بالنفس، شموخ، كبرياء. كيف يعني؟ معرفة الإنسان لحجم. شو الحكي اللي عم تحكيه انت هذا؟ ومكانته. بعرف والله بعرف، كل هيدي الشغلات بعرفها.